صباح الخير مشاهدينا، وحيا الله بكل من يتابعنا، ويا مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة وصباح جديد ويوم ونهاية أسبوع مشوقة طبعا في برنامجكم الصباحي صباح الشرقية. الكثير من المواضيع والفقرات والضيوف المميزين إن شاء الله بيرافقونا اليوم، ما عليكم مشاهدينا إلا أنكم تتابعونا، وإن شاء الله راح تستمتعون وأيضا تستفيدون. راح أعرفكم في البداية بالعناوين اللي بتكون معنا. أساسيات لغة الإشارة في ضاحية حياوة. مبادرة العلم نور تكرم خريجيها. التسوق الآمن عند شراء المواد الغذائية. طبعا هاي مشاهدينا بعض العناوين والفقرات اللي بتكون معانا ان شاء الله في حلقتنا وفي صباحنا لليوم. ومثل ما نحن تعودنا معاكم دائما نبتدي صباحنا ونبتدي حلقتنا باهم الاخبار الخاصه في دولتنا الحبيبه، واليوم انا جبت لكم الاخبار كلها من صحيفه واحده واللي هي صحيفه الخليج، فيها الكثير من الاخبار المميزه والحلوه ان الواحد يبتدي يومه ويبتدي ايضا صباحه فيها. وخبرنا الأول مشاهدينا يقول: برنامج تدريبي حول العمل التطوعي المؤسسي لموظفي حكومة الشارقة. كشفت جائزة الشارقة للعمل التطوعي والمؤسسات الحكومية عن تعاونها مع دائرة الموارد البشرية في الإمارة لتنفيذ برنامج تدريبي حول العمل التطوعي المؤسسي لصالح موظفي المؤسسات الحكومية. وسيقام البرنامج التدريبي المتخصص في مجال إدارة العمل التطوعي لدى المؤسسات في المنطقة الشرقية بكلبا خلال الفترة من 3 إلى 4 يوليو المقبل، فيما تحتضن إمارة الشارقة البرنامج التدريبي الثاني خلال الفترة من 20 و 21 أكتوبر من عام 2019. وأكدت عفاف إبراهيم المري رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية رئيس مجلس أمناء جائزة الشارقة للعمل التطوعي حرص الجائزة على مواصلتها بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين من مختلف المؤسسات الحكومية. وقال الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس دائرة الموارد البشرية أنه عملا بالنهج الإنساني لصاحب السمو حاكم الشارقة وتجسيدا لرؤيته وجهوده في دعم ثقافة العمل التطوعي في مجتمع الشارقة، فإن الدائرة دائما لا تدخر جهدا وتبذل جل طاقتها في دعم كل ما من شأنه تعزيز الفكر التطوعي. طبعا مو بغريب على إمارتنا الحبيبة إمارة الشارقة ودولة الإمارات حرصها دائما على العمل التطوعي وأيضا على تعزيز ثقافة العمل التطوعي، فنحن دائما على مدار السنة نشوف بعض المبادرات وبعض البرامج التدريبية الخاصة بالعمل التطوعي، والشيء الحلو أيضا يكون فيها جائزة ويكون هذا مثل التنافس الشريف اللي ممكن يدخلون فيه الموظفين حول العمل التطوعي. هذا هو كان خبرنا الأول عن العمل التطوعي مشاهدينا. أنتقل معاكم للخبر الثاني، وخبرنا الثاني يقول: الدورة 23 لجائزة الشارقة للإبداع تنطلق من المغرب. قال محمد الأعرج أن الجائزة تجسد منحنى التحفيز على الإنتاج وخلق التراكم وبلوغ أرفع مستويات الإبداع عبر دعم الإصدار الأول الخاص بالشباب في المجالات الثقافية والفنية والأدبية بهدف تعزيز التقدم الحضاري الإنساني واستنبت قيم الأصالة والتجديد في وجدان الأجيال الصاعدة فضلا عن تكريم الفنانين والمثقفين والأدباء. ولفت أيضا الأعرج إلى أن حفل تسليم جوائز المسابقة سيقام في الرباط خلال شهر أبريل المقبل، وأن المغرب يهتم بشكل متواصل بكل المساعي الهادفة إلى توسيع دائرة الإشعاع الثقافي العربي وترسيخ قيم الإبداع لدى الشباب والناشئة، على اعتبار أن الجائزة تتقاطع مع الجهود التي يبذلها المغرب لتشجيع الإبداع الثقافي في مختلف المعارف والفنون. ونوه أيضا الأعرج باختيار حكومة الشارقة للمغرب لتنظيم مراسم حفل تسليم الجوائز بعدما حظيت مدينة الرباط بشرف احتضان ملتقى الشارقة للسرد مطلع العام الجاري، مؤكدا أن ذلك يجسد عمق الروابط التاريخية التي تجمع بين المغرب والإمارات. طبعا مشاهدينا الخبر الأول كان يتكلم عن جائزة العمل التطوعي، والخبر الثاني يتكلم عن جائزة الشارقة للإبداع، وهذا الخبر أو هذه المسابقة فيها الكثير من الشروط اللي تم وضعها بأن يكون المتسابق لا يتجاوز عمره بين 18 عام
وحتى الأربعين، وأن يكون أن تكون مشاركات أيضا باللغة العربية الفصحى، وأن يكون هذا المنشور منشورا جديدا ما لم يتم المشاركة في مسابقات أخرى. فأتوقع هذه المسابقة راح تفتح المجال أمام محبي الثقافة ومحبي أيضا الفنون المختلفة في أنهم يدخلون في هذه المسابقة. والشيء الحلو دائما دولة الإمارات يعني تنظم الكثير من المسابقات مع الدول العربية الأخرى، فالله يديم إن شاء الله علاقة الصداقة والعلاقة الأخوية بين دولة الإمارات وأيضا الدول العربية الأخرى. هذا هو كان الخبر الثاني مشاهدينا، راح أنتقل معاكم أيضا للخبر الأخير من نفس الصحيفة، والخبر يقول الإمارات تختتم مشاركتها في موسم طنطان. اختتمت الإمارات أمس مشاركتها في فعاليات موسم طنطان في دورتها 15 من خلال جناح أشرفت عليه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، بالتعاون مع عدد من المؤسسات والجهات الرسمية المعنية بصون التراث الثقافي مثل الاتحاد النسائي العام واتحاد سباقات الهجن، وذلك في ساحة السلم والتسامح في مدينة طنطان بالمملكة المغربية. وقال عبد الله بطل القبيسي مدير إدارة الفعاليات والاتصال في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي رئيس الوفد المشارك، أن مشاركة الإمارات للمرة السادسة في موسم طنطان تروي للمعالم مدى العلاقات التاريخية المميزة ومسيرة التعاون بين الإمارات والمغرب. الكثير مشاهدين من الفعاليات الخاصة بالتراث الإماراتي نشوفها نحن تكون متواجدة في الكثير من الدول العربية، والشيء الحلو أننا نحن بهذه الطريقة ننقل العادات والتقاليد وتراث دولة الإمارات للدول العربية الأخرى، وأيضا نحن نتعرف على عاداتهم وعلى تقاليدهم وعلى الموروث الثقافي. ففي هذه الفعالية تعرفوا أهالي المغرب على العادات والتقاليد وعلى بعض الأمور المرتبطة بعاداتنا وتقاليدنا، منها استقبال الضيف ومنها أيضا صب القهوة. فحلو أن نحن ننقل كل ما هو مميز عن دولتنا الحبيبة لباقي الدول. طبعا هذا هو كان الخبر الأخير مشاهدينا من نفس الصحيفة، هذه كانت مجموعة من الصحف الخاصة بدولتنا الحبيبة واللي حبينا أن نحن نبتدي يومنا ونبتدي صباحنا فيها. من بعد هذه الفقرة مشاهدينا راح أعرفكم على درجات الحرارة وعلى حالة الطقس الخاصة في منطقتنا الشرقية وباقي مدن وإمارات دولتنا الحبيبة، خلنا نتابعها. شفنا معاكم مشاهدينا حالة الطقس ودرجات الحرارة، تقدرون الحين ترتبوا لكم طلعة بما أن نحن في نهاية الأسبوع وتحطون لكم بعض الأماكن المفتوحة والأماكن الحلوة تقدرون أنكم تزورونها. والحين مشاهدينا راح نتوقف معاكم لفاصل قصير، نرجع بعد هذا الفاصل نستكمل، خليكم معنا. حياكم الله مشاهدينا، مرحبا بكل من يتابعنا. طبعا مشاهدينا في هذه الفقرة مجهزين لكم الكثير من التقارير المميزة، وتقريرنا اللي راح نبتدي فيه الحين بنتعرف فيه على لغة من اللغات الأساسية التي نتواصل بها مع ذوي الإعاقة. بنتعرف أكثر على فعالية أساسيات لغة الإشارة في ضاحية حياوة في التقرير التالي.
نظم المجلس البلدي بمدينة خورفكان بالتعاون مع مجلس الشباب وبلدية خورفكان ودائرة شؤون الضواحي والقرى محاضرة بعنوان أساسيات تعلم لغة الإشارة في ضاحية حياوة في خورفكان. حضر المحاضرة سعادة الدكتور راشد خميس النقبي رئيس المجلس البلدي بمدينة خورفكان وخالد الشحي مدير معهد الشارقة للتراث وعدد من مديري وموظفي الدوائر الحكومية وسكان المنطقة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا حقيقة أنا يعني سعيد جدا بهذا الحضور يعني اللي تعدى 120 تقريبا، وهذا طبعا المحاضرة أو هاي مثلا يعني الندوة أو الورشة اللي عملت مثلا اللي هي عن أساسيات السمع. طبعا هذا كان الهدف منها هو تعريف الجمهور، تعريف المواطنين، تعريف الشباب بأهمية أساسيات لغة الحقيقة لغة الصم، لأنه أعداد موجودة تقريبا حوالي 2000 تقريبا صم في الدولة، وهي طبعا لغة أساسية ومهمة جدا ان نحن نعرف هذه يعني لغة الصم او اشارات الصم حتى نستطيع ان نتعامل معهم يعني حتى ولو بالشيء القليل، ونعرف أهمية هذه اللغة وهي الاشارات اللي احنا صراحة استفدنا يعني كأنه شيء جديد صراحة، لان ما كنا نعرف يعني أهميتها، ما كنا نعرف يعني مدى استفادة نستفيد منها، فحقيقة استفدنا منها يعني جدا الحمد لله ولو كانت الفترة قصيرة، لكن تعلمنا الاشارات، تعلمنا الحروف، عرفنا كيف نتعامل معهم، يعني عرفنا كيف السلام، كيف البسمة، كيف السعادة، كيف يعني، فحقيقة يعني أساسيات جدا مفيدة لهذا الجمهور اللي حضر. فنحن يعني حقيقة كان هذا الهدف إنه إحنا يعني نقول للجمهور إن لغة الإشارة أو لغة الصم فهي لغة مهمة جدا يجب أن يعرفها الجمهور ويعلم عنها الكثير. تضمنت المحاضرة التي ألقتها عبير زيد الشحي أساسيات لغة الإشارة مثل كيفية ترجمة حروف اللغة العربية إلى إشارة باليد، وتفاعل الحضور معها من خلال تطبيق الأساسيات التي قدمت لهم، فتعرفوا على طريقة إلقاء السلام ولفظ أسماء الأشخاص بلغة الإشارة التي تساعد أفراد المجتمع على التواصل بشكل فعال مع ذوي الاحتياجات الخاصة. من الجميل جدا ان الناس تتعلم لغه الاشاره، اساسيات لغه الاشاره. ليش اساسيات؟ هي لغه الاشاره هي عباره عن ابجديه الاصابع، تتعلم اسمك بالحروف، تتعلم الالوان، تتعلم الاسره، تتعلم اشياء بسيطه، لكن هذه هي المدخل اللي تتعلم لغه الاشاره. سبحان الله، يمكن تحصل لك واحد من الصنف موجود في اي مكان، في بقاله، في محل، في شيء مو بعارف، انت بس من الاساسيات ممكن تتواصل معه وتقول لهم شنو شو يبا، يعني وايد حلو. انت ما تتخيل كيف فرحه الصنف، فرحة الصم مثلا انه بس سلمت عليه السلام عليكم شو اخبارك، يقول انت تعرف تتعلم لغه الاشاره، انت تعرف لغه الاشاره، انه يلا تعال تواصل وياي، بيحبه هو، بيقول له انا بعلمك، يعني دائما الصم بس انه يقول السلام بيقول انا بعلمك بتتعلم وياي يعني، وهذا حلو. ونحن استراتيجيه دوله الامارات المتحده وشيوخنا والقاده كلهم يعني يحثونا على ان احنا ندعم اصحاب الهمم، ومن خلال تعلم لغه الاشاره واساسيات لغه الاشاره ان شاء الله راح نوصل خدمات المقدمه لاصحاب الهمم للأعلى إن شاء الله، ونكون دائما في المراكز الأولى. تهدف المحاضرة إلى تسهيل التواصل مع فئات الإعاقة السمعية وتقديم الخدمات لهم وإدخال الفرحة على قلوبهم من خلال التواصل معهم بلغة الإشارة. من أجمل الورش اللي صراحة الواحد يحب أنه يحضرها ويتعلم بعض الأساسيات عن لغة الإشارة بحيث أنه يسهل التعامل مع ذوي الإعاقة. من لغة الإشارة مشاهدينا راح ننتقل معاكم إلى مبادرة من مبادرات مجلس الشارقة للتعليم، وهي مبادرة العلم نور. تفاصيل أكثر في هذا التقرير. استضافت جامعة الشارقة فرع خورفكان مجلس الشارقة للتعليم ومجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات بمدينة كلباء لحضور حفل تكريم الأمهات الدارسات في مبادرة العلم نور. حقيقة اليوم نحن في فرحة عارمة حول تتويج هؤلاء أو هؤلاء الدارسات التي انتمينا إلى مبادرة العلم نور بإشراف كريم من مجلس الشارقة للتعليم، وفق رؤية مبادرة صاحب السمو حفظ الله ورعاه في نشر ثقافة العلم بين أطياف المجتمع عموما وفي إمارة الشارقة خصوصا. فحقيقة هذا اليوم تأتي هذه المبادرة ثمارها من خلال تكريم الدارسات الكريمات،
وإن شاء الله نحن نأمل أن تكون الأمور إن شاء الله أو هذه المبادرة في استمرار. حقيقة عاملة ما لمسنا من فرحة وتباشير على وجوه الدارسات، وطبعا التعاون الذي حدث ما بين المجلس وجامعة الشارقة فرع الخور إنما هو فرحة تكاملية، لأننا في الأخير نحن منظومة مجتمعية واحدة نحقق رؤية صاحب السمو إن شاء الله تعالى في تعاضد المجتمع في نشره لثقافة العلم وللثقافة عموما. حضر التكريم الدكتور علي عبيد الزعابي النائب المالي والإداري لمساعد مدير الجامعة لشؤون الفروع بخورفكان، وعائشة الجرمن مدير إدارة الرعاية والأنشطة التربوية في مجلس الشارقة للتعليم، وعلي سليمان السويجي الزعابي مدير مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات في مدينة كلبا، وعدد من مدراء المنطقة والأمهات الدارسات وأهاليهم. اليوم عندنا حفل بشان برنامج اللي هي العلم نور، دارسات العلم نور، وهذا المبادرة كانت متميزة من أبونا حاكم الشارقة بدأت قبل العام الماضي، وكانت الأعداد قليلة ثم تكاثرت الأعداد وتزايدت هذا العام بفضل من هذا الحاكم وبحب من الدارسات، صراحة متميز بأن الجميع صراحة يحب هذه المبادرة، وكان فرحان ويقرأ ويتعلم ويعرف شو يكتب في زمانه هذا. احتفت الفعالية بتكريم رواد مراكز العلم نور التي أطلقها مجلس الشارقة للتعليم، ترجمة وتنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ليصل عدد مراكز المبادرة التي تعنى بتعليم كبار المواطنين إلى 7 مراكز في الشارقة ومختلف مدنها، ووصل عدد الأمهات الدارسات في مركزي كلباء وخورفكان إلى 189 دارسة، وذلك لرغبة الأمهات في التعليم والمساهمة في الازدهار المجتمعي والحد من الأمية. كرم مجلس الشارقة للتعليم الجهات والمؤسسات المتعاونة والعاملين في مبادرة العلم نور الذين بذلوا جهدهم لتثقيف الدارسات والتعامل معهن بكل حب. طبعا متواصلين معاكم مشاهدينا، وبعد هذا التقرير عن هذه المبادرة المميزة نستكمل معاكم فقراتنا المتنوعة والمختلفة. وفي فقرتنا الحين بنسلط الضوء على احد الفنون التشكيلية مع ضيفتنا ايضا آية محمد طلال، بنصبح عليها في البداية بنتعرف معاها عن الفن الجميل اللي بنتكلم عنه. صباح الخير يا آية. يسعد صباحك. يا مرحبا بك. اهلا وسهلا فيكي. طبعا آية نحن اليوم بنتكلم معاك عن احدى الفنون التشكيلية واللي هو فن المندالة. تمام، عرفينا في البداية عن هذا الفن. أول شيء بحب صبح عليك وعلى المشاهدين. بالبداية فن المندلة فن قديم من العصور الوسطى، يعني مستخرجينه كانوا بلاد الهند. أول شيء كانوا معتبرين المندلة هي إطار لحياتهم، يعني كانوا يرسموا المدارات ويأسسوها برموز إلهية وهيك أنه بتدل على المستقبل فيما بعد. بعدين تطور يوم يعني فترة عن فترة تطور هذا الفن حتى صار رموز وهندسيات طبيعية، يعني ما في أي أرواح شريرة أو أي علم بالغيب، لا أبدا يعني. ما شاء الله. إذا متى اكتشفتي أن أنت ممكن أن تبدعين في فن المندالة؟ هل أن هذه الموهبة في هذا الوقت أم هي موهبة قديمة عندك؟ هلا أنا صراحة عندي موهبة قديمة، برسم بشكل عام يعني كل الأشياء إلا الرسم البوتريت. يوم الأيام خط يعني شفت بالوسائل التواصل الاجتماعي نوع من هذا الرسم من كبار الرسامين، فحبيت أنه تشجعت أنه ليش ما أنا أبادر وأحاول أني أتعلم هذا الفن. حلو، يعني قبل فن المندالة كانت عندك موهبة الرسم، من بعدها انتقلتي لفن المندالة. شو اللي يميز هذا الفن عن باقي الفنون التشكيلية؟ أنا أتوقع أنه من أصعبهم. هو الصعب شوي، الصعب شوي ولا يعني إذا خلص كرشتي بأول لوحة بتقدري مع الممارسة، بصير الموضوع سهل. مزبوط. فش اللي يميزه عن الفنون الأخرى؟ يميزه هلا بيعتمد على الخيال،
خيال الألوان، الحس الفني تبع الرسام، يعني غير الفنون التشكيلية مثل التصوير والرسم والنحت شيء واقعي وبتطبقيه، أما هذا أنت بتدور الفكرة براسك وبتطبقيها على ورقة. أنت ما شاء الله يبا معاك الكثير من اللوحات، وكل لوحة أجمل من اللوحة الأخرى، فأكيد كل لوحة هي لها قصة. مظبوط، خبريني عن اللوحات وقصة كل لوحة. والله هاي اللوحة الأولى نبدأ. أنا بحب الزهر وحبيت أضيف لمسة خاصة بالمندلة، فحبيت أجرب يعني شيء جديد إني أضيف طابع الورد على الفن اللي أنا عملته. بالنسبة للرسم الثاني خريطة الإمارات، أنا رسمتها بعيد الاتحاد 45، قدمتها في معرض الجامعة بالشارقة. وأما هاي والله يعني من يومين جديدة لسه، ما إلى قصة حصرية هاي. أي حصرية. واللوحات الصغيرة اللي قدامك؟ هذول اللوحات الصغار. فهي اللوحة حلو الأزرق، بيعطي راحة نفسية وهيك تداخلاته جميلة. كمان هذول حصريات. يعني أنت تركزين في لوحاتك أن أنت ما تكثرين فيها عدد الألوان؟ إيه لا، بحب أنه هو الفن يعتمد على لون ولا لونين ولا؟ لا، تعدد الألوان، بس بحب أنه يكون نظرة المتلقي يعني هادية، ما يكون في ألوان صاخبة وألوان متعددة. والحلو انك تختارين الوان مريحه للنظر. اي مزبوط، انا يعني بحب الالوان بشكل عام، وعندي يعني دقه باختيارها، انه بحب اختار اللون. في اساسيات معينه الفنان لازم ياخذها بعين الاعتبار في اختيار الالوان خاصه بفن المندالة؟ هلا بدايه يعني ممكن نحتاج الفرجار، الادوات الهندسيه اول مرحله، بعدين خلص بصير الانسان يعني لحاله يدرك انه هاي الزاويه الفلانيه بتساوي هاي الزاويه. واقلام معينه او الوان معينه في هذا؟ اي اقلام متوفره ما بتساعد. دائما يقولون فن المندالة له علاقه كبيره بعلم الاجتماع، انت مع هذه المقوله؟ لا صراحة، لأنه فن المندلة شيء وعلم الاجتماع شيء آخر. علم الاجتماع ما في علاقة تربطهم في بعض؟ لا، ولا يعني يمكن نسبة يعني خفيفة، بس إنه مو هالعلاقة اللي بنقول إنه تربطهم علاقة، لأنه هذاك بيحكي عن الواقع الاجتماعي مشاكله، وهذا بيحكي عن الميول النفسية للفنان والشغلات. نعم. كم صار لك وأنت تمارسين فن المندلة آية؟ تقريبا شيء حوالي 3 سنين. من 3 سنين. قبلها مثل ما ذكرنا كنتي رسم عادي. بالرسم العادي ليش ودتي الرسم دولي العادي وانتقلتي لفن المندلة؟ لا ما مودره ولا شيء، لا الحمد لله يعني مستمره، بس هلا التركيز اكثر على المندلة، وعندي كمان يعني ميول ثانيه هي الاشغال اليدويه. الاشغال اليدويه ما شاء الله 3 مجالات مبدعه فيها. زين، تحصلين بعض الصعوبات في فن المندلة في انك تتقنين رسمه معينه او صوره معينه؟ ايه مزبوط، يعني اذا كان في فكره معينه مثلا هاي اللوحه اللي جنبك يعني عدتها مرتين، لأنه الدقة أنه كيف بدي أدخل الحلقتين بقلب بعض من غير ما أخرب التفاصيل الدقيقة، يعني بيحتاج شوية الدقة بالتركيز يعني. وكيف قدرتي توصلين للشكل النهائي بما أنه هي أعتقد من أصعب اللوحات اللي اشتغلتي عليها؟ تمام، أنا عندي مسودة قبل ما أبدأ بالرسم الكبير. بعمل على المسودة الصغيرة النموذج وبعدين برسمه. حلو، وكم من الوقت يأخذون منك هذه اللوحات آية؟ خاصة أنه يعني مثل ما ذكرنا أن فيها الكثير من التفاصيل الصغيرة، أي مكان يخترب فيها شيء تعيدينها من أول وديد. مزبوط، إيه. هلأ لا، حسب الهمة يعني، أوقات ممكن ألحق باليوم لوحتين، أوقات لا حسب يعني شو في عندك أشغال وهيك، وخاصة أن إحنا هلأ موظفين فما بتلاقي فرصة. الله يقويك إن شاء الله ويعطيك العافية. الحين أنت عندك أحجام مختلفة لفن المندالة، في الحجم الكبير وفي الحجم الصغير، الأسهل بالنسبة لك أنك تشتغلين على اللوحات الصغيرة أو اللوحات الكبيرة؟ والله الكبيرة، لأنه يعني على المدى لما بتكبري اللوحة خلص تلاقيها عم تخلص معك، أما الصغيرة بدك تفكري أنه شو الشغلات الدقيقة اللي بتكون بارزة بنفس الوقت، يعني تكون حلوة بنفس الوقت، أما الكبيرة لا، أنه خلص على المدى بتوسع الشغل وبصير بسهولة بالتعامل، يعني بتوصلك الأفكار واحد مدار على مدار يعني. وكيف تشوفين لوحات زميلاتك خلينا نقول، او احد من اهلك اذا عندك احد ايضا يشتغل في هذا الفن، فن المندالة، فكيف تكون نظرتك على لوحاتهم؟
هلا بالنسبه للاهل والله انا بس الوحيده اللي يعني مركزه بهذا الفن، اما بالنسبه للرفقات او الفنانين بشكل عام انا بصير عندي نظره ايجابيه وسلبيه، انه اول النظره الايجابيه بتمنى لهم التوفيق، يعني لو حاطن حلوه وبتمنى لهم الابداع دائما. اما السلبيه بشجع بنفسي انه لازم انا اطور من نفسي اكون على نفس مستواهم. يعني حلو، يعني انت آية كذا مجال دخلتي فيه وعندك موهبه في اكثر من فن، منها الرسم ومنها ايضا فن المندالة والاشغال اليدويه، هل انه يكون مجهود شخصي انك تتعلمين كل شيء جديد في هذه الفنون او تلتحقين لدورات؟ لا والله كله مجهود شخصي ويعني رغبه شخصيه، يعني ما في اي دورات. انا عم بعمل دورات بنفسك؟ ايه ما شاء الله. انا عم بعمل دورات للطالبات بفن المندالة؟ لا هلا بالادوات بالحياكه والشغل اليدوي. اي لازم نستضيفك ايضا في حلقات اخرى نتكلم عن الاشغال اليدويه معك والحياكه. زين حابين نعرف منك او سؤال اخير يا آية، نصيحه تقدمينها للمشاهدين اللي يتابعونا وهم ايضا مبدعين في فن المندالة؟ نصيحتي لهم انه ما يوقفوا، يعني ما يخلي شيء يعيقهم، انه يكملوا بالفن، انه هذا الفن جميل وهلا صارت يعني مثل ما بنقول موطه، يعني دارج هلا اكثر شيء بخصوص الراحه النفسيه بالالوان بالتفاصيل هي، يعني تابعوا الى الامام. احيانا الفنان يفرغ طاقته السلبيه في هذه اللوحات. انا هيك يعني لما بكون مثلا حزنانه او بحب اني تعتبرينها متنفس لك تغيرين فيها جو. شوي بتعملي جو خاص وبتحطي الورقه وبترسمي. مزبوط. طبعا نحن نتمنى لك التوفيق يا آية في فن المندالة وكل الفنون الاخرى اللي انت مبدعه فيها، وبانتظار ايضا جديدك من لوحات، فيعطيك الف عافيه على هذا الحضور المميز. شكرا لك آية، نتمنى لك التوفيق. شكرا لك. طبعا مشاهدينا نحن دائما في كل يوم او في كل حلقه خميس نتعرف على معلومه جديده تكون في مجال الزراعه. راح ننتقل معاكم الحين لفقره الزراعه المنزليه مع محمد الزعابي، خلونا نتابعه. السلام عليكم، وياكم محمد الزعابي في فقرة الزراعة المنزلية. اليوم يبيكم نوع من أنواع النخل. نحيد نحن من استوينا عندنا نخلنا العربي، وعقب يانا نخل الزينة اللي يسمونه حد يسميه نخلة أبو جهل، واللي يسمونها الواشنطونية الرفيعة والعريضة. الآن بدأت تدخل البلاد أنواع عديدة من النخل، منها القوي اللي يستحمل، ومنها لا اللي لازم يكون في مكان مظلل. اليوم عندنا نخلة السبال بالميتو، نخلة جميلة ذات خضار زيتوني، أغصانها أو جريدها المروحي ما شاء الله امتداده طويل يوصل إلى 3 أمتار. أيضا جذعها يظل الكرب عليه أخضر فيعطيه جمال غير عن جمال النخل الواشنطونية. طبعا ثمارها لا تؤكل، لكن شو اللي أكل في هذه النخلة؟ تزرع في بعض البلادين بس فقط لاستخراج الجمار اللي هو الحيب، يعني من تستوي شوية ها سوت لها ذاك الجذع يو وقصوها وطلعوا الحيب منها وكلوها. النخلة جميلة تستحمل الملوحة العالية، وأيضا تستحمل العطش بعد ما تستقر وتكبر، تستحمل العطش. اللي يبغى يزرعها يتوكل على الله، لكن يفضل انها تنزرع في المناطق الرطبه. هذه نخلتنا سبال بالميتو، والسلام عليكم. طبعا في البدايه يعطي الف عافيه الوالد محمد الزعابي، دائما يعطينا بعض الاساسيات والمعلومات والنصائح المهمه حول الزراعه المنزليه. من بعد هذا التقرير مشاهدينا راح نظهر لفاصلنا الاخير في حلقتنا لليوم، ونرجع من بعد نستكمل معاكم فقراتنا، خليكم ويانا. حياكم الله مشاهدينا ويا مرحبا بكم من جديد، رجعنا لكم بعد هذه الوقفة الفقرة الوقفة القصيرة مستكملين معاكم فيها فقراتنا وضيوفنا. طبعا هذه الحلقة اليوم فيها الكثير من الضيوف المتميزين والمختلفين بمجالاتهم وأيضا مواهبهم. معانا اليوم نحن المهندسة أسماء أحمد زكي اللي بتعرفنا على مجال التصميم الصناعي، وأيضا عندها موهبة النحت على الخشب. نصبح عليها بالخير في البداية. صبحك الله بالخير ويسعد صباحك يا أسماء. صباحك الله. يا مرحبا، شكرا جدا بجد على الاستضافه في صباح الشرقيه، بشكرك كثير.
طبعا اسماء اللي عرفتها عنك انت ما شاء الله متعدده المواهب، يعني بديتي بالتصميم الصناعي ومن بعدها دخلتي بالنحت على الخشب، فبالبدايه عارفيننا على المواهب المتنوعه واللي تميزتي فيها، وبدايتك كانت مع اي موهبه؟ هو بدايتي كانت في الفنون التطبيقيه، تخصصت قسم تصميم صناعي. قسم تصميم صناعي بصراحه هو اللي الهمني لكل حاجه، لانه هو بدخله يعني مواهب كتير جدا، بيعلمك نحت في مجالات كتير جدا، نحت منتجات صناعيه نفسها، بحيث ان احنا نقدر نحولها من مجرد نموذج او حاجه لمنتج حقيقي في الواقع بنقدر ان احنا نستخدمه، إعادة تدويرها لشيء او لشغله تكون مميزه وحلوه وفكره جديده. اكيد وهو اصلا بيتنوع في مجالاته، يعني هو سواء ان انت بتبتكري منتج جديد او سواء بتضيفي قيمة جديدة لمنتج أو حتى في طريقة إنتاج المنتج نفسه. حلو. فبيخش في مجالات كتير جدا، بيخش في المجالات المنتجات البيئية، بيخش في مجالات الديكور الخارجي الداخلي، حاجات في أدوات المطبخ نفسها، يعني مثلا ممكن بتشوفي حضرتك أدوات المطبخ بنستخدم فيها حاجات كتير جدت في الابتكارات بتاعتها، يعني ما كانش موجود قبل كده، مثلا حلة البخار، حاجات زي الطهي بالكهرباء، كل ده دي منتجات صناعيه طبعا. التصميم الصناعي كلها من التصميم الصناعي ساهم في ابتكار منتجات جديده، وساهم طبعا في ان هو يضيف قيم جديده لمنتجات موجوده بالفعل. حلو. انت يابا معك ايضا نموذج هني عن التصميم الصناعي، اسمى كلمينا عنه، وكيف حولتيها من شغله قديمه الى حولتيها بالتصميم الصناعي لشيء مميز؟ هي اولا هي المفروض ان هي وحده اضاءه للمطبخ مستوحاه من نبات الثوم. ابتدت فكرتها ان احنا محتاجين وحدة اضاءة، وكنت ساعتها بندرس الفايبر جلاس، ابتدينا ان احنا عملت لها نموذج طين اتنحت، وبعد كده قالب سيليكون. مرت بعدة مراحل. مرت بعدة مراحل كتير طبعا. بعد قالب السيليكون انتجت من الفايبر جلاس زي ما حضرتك شايفة، هي بتضيء تحت. حلو. تمام. هي المفروض ان هي بتتعلق في السقف وبتكون ليها اضاءه. كيف جاتك الفكره ان هي تاخذينها من شكل البصل؟ شكل الثوم. الثوم عفوا. ايوه. والله هو احنا ساعتها كنا بنحاول ان احنا نعمل تطبيقات مختلفه لوحدات اضاءه، فده اللي خطر في بالي وقتها، يعني ان حاجه اربطها بتطبيقات المطبخ وكده، وفي نفس الوقت تكون شكل جمالي، يعني الوانها والمنظر بتاعها دوت. وكم خذت منك من وقت اسماء؟ هي تطولين في هذه الشغلات ولا هي كانت بتطول لانها طبعاً بسيطة؟ لا هي كانت بتطول لان هي كان معاها مواد تانية ساعتها في ايام الدراسة، فخدت حوالي 3 أسابيع او شهر في انتاجها وكده، بس طبعا لانها على بتوقف فيها وبشتغل فيها تاني. حلو. هذا هو التصميم الصناعي. ده جزء من منتجاته. زين، ننتقل الحين معاك الموهبة الاخرى واللي هي النحت على الخشب. أكيد. اتوقع انه بعد موهبة وايد صعبة وفن صعب ويحتاج الى دقة ويحتاج الى ايضا صبر وتبذلين فيه الكثير من المجهود. صحيح. خبرينا عن هذا الفن. فن النحت ابتديت فيه، هو الاول فن النحت يعني عموما هو فن تشكيلي. ان انت تقدري تحولي الحاجة من بعدين لان انت تتخيليها بثلاث ابعاد، ان انت تقدري يعني تزيلي اجزاء، لان طبعا مفيش فيه اضافه، هو ازاله فقط، فده بيكون الصعوبه في ان انت القطعه اللي بتتزال ما بينفعش نرجعها تاني. فن نحت الخشب يعني بالنسبه لي هو حاجه، نعم، يعني هو بطلع فيه طاقتي، ده كان بدايتي فيه. تاني حاجه هو قدرت انتقل بيه من الفن الصناعي للفن نحت الخشب. حلو. وطلع فيه موهبتي، وطبعا التدريب اللي اتدربته في الكليه على الادوات والنحت والحاجات دي وكل ده. نعم. زين، متى ابتدت عندك هاي الموهبه؟ وشو رايك بعد نراوي المشاهدين لوح الخشب اللي انت جايبت لنا؟ اوكي. هي ابتدت طبعا لما نحت وحده الاضاءه بتاعتي من الطين وكده، وطبعا اتدربت على نحت جبس ونحت فوم ونحت منتجات ثانيه كتير جدا في القسم، وكان من ضمنها برضو نحت الخشب. كان في مشروع المفروض ان احنا بنعمل اعمال نحتيه للفراعنه، فكنا بنختار منتج من منتجات الفراعنه وبنبدا ان احنا نعمل عليه نموذج وكده. كان اول نحت خشب ليا وقتها، عملت سرير جنائزي للملك توت عنخ امون، وده بصراحه اللي شجعني جدا ان انا ابدا في نحت الخشب. يعني زين، خلينا نتكلم عن نحت الخشب اللي بيدك، انا اشوف فيه تفاصيل حلوه وشكل نهائي جميل، خبرينا عن هذا الشكل والصعوبات اللي واجهتك في نحته. والله هو الصعوبات اللي بتواجهك بس اسمع عليك امر ترفعينها بحيث انها تكون واضحه للمشاهدين. اوكي كده.
هي الصعوبات اللي بتواجهك ان انت طبعا لما بتبداي تنزلي الرسمه على قطعه الخشب وتبداي تنحتيها، هي اول مرحله تكون ان انت تبداي تعملي التصميم بتاعك والديزاين، بتبداي تنزليه على الخشبه وتبداي تنحتي بقى في الاجزاء مثلا الكبيره اللي محتاجه تتشال بالادوات اليدويه، بنبدا نشيل بيها اكبر الاجزاء. بعد كده بنخش في التفاصيل الدقيقه بتاعتها، مثلا العينين، البروزات المختلفه اللي فيها، التكتشر نفسه بتاعها مثلا زي الديب دوت اللي هو تكتشر الشعر بتاعه، الاخشاب اللي ورا، الكلام ده كله. تهتمين بادق التفاصيل؟ اكيد. في جهاز الكتروني، قصدي كهربي، اللي هو دريمل، بقدر ان انا اعمل بيه التفاصيل الصغيره والرفيعه جدا. حلو. هو التحدي هنا بيكون ان انت بعد ما تنزلي الرسمه ازاي بعد ما قدرتي تخوضي فيها جزء او تجيلي اجزاء ان انت تتخيلي بقيه الرسمه هتكمل معاكي بمنظر عامل ازاي، فده طبعا بيتطلب خيال كبير. لو ما قدرتيش ان انت تنزلي خيالك على الواقع بيبقى صعب شويه، لان الجزء اللي بيتشال مش بيرجع، تحصلين صعوبه شوي فيه، في تفريغه، في نحته. فبنضطر بعدها بقى نغير مثلا شويه في التفاصيل التصميم لو كده، لو كان بينفع. حصلت معاك ان انت كنتي تبين توصلين رساله او تنحتين شكل معين واختلف لشكل ثاني؟ لا والله، هو الموهبه عندي يعني ما شاء الله دقيقه. كان عالي، لان احنا بندرس في القسم حاجات هندسيه ومواد هندسيه، علمتنا طبعا المنظور والخيال، تتطلب خيال واسع اكيد. فانا برضو باخد وقت كتير يعني اتامل في الحاجه واعرف ازاي هبدا فيها وهنزل فيها مسافات ازاي وكده، بحيث ان انا وقت ما بحط خلاص خط ما بترجعش فيه. وتاخد منك وقت طويل اسماء؟ لان انا يعني بشتغل وبتوقف شويه، بس مثلا دي لو هقعد عليها ممكن تاخد يوم يومين، بحيث ان انت بس بعد كده بقى في الطلاء، يعني انا جايباها بمرحله النحت بس. انما بعد كده طبعا في التلوين والطلاء بتاخد مراحل وقت، لان مثلا اول وش بيكون وش ورنيش ممكن ياخد حوالي 24 ساعه عشان ينشف، فهي بتاخد 3 وشوش، فانت متخيله يعني هذه الشغله لين الحين ما وصلت للشكل النهائي؟ لا هي دي جايباها خشب على يعني طبيعي زي ما هو، بحيث ان هم يقدروا يتخيلوا شكل النحت. ومن بعد هذه المرحله شو بتكون المرحله التاليه؟ هل هي تلوين او صبغها؟ بتكون مرحله الورنيش بقى، ان احنا نبدا نحميها بطبقه بحيث ان مسام الخشب نفسها ما تبصش بعد كده من الرطوبه، من الحراره، من التعرض للاجواء الخارجيه، لو مثلا في لوحات على شكلها. بتاخد 3 وشوش بحيث ان هي تقدر تكون مقاومه للرطوبه، للحراره، للميه، لكل دوت. بعد كده بنبدا ان احنا نديها بقى الوان حسب بقى، لو مثلا العميل او لو انا حابه اخرج المنتج النهائي بنفس لونه كخشبي بنسيبه على الورنيش طبيعي يعني. فهي بعد كده في حلو ان تضيفين لها بعض الالوان تعطي صوره جماليه. حقيقي بحب فعلا اضيف لها الوان يعني، والوان مثلا هاديه مش بتكون الوان صرخه او كده، بس نحن تعرفنا على حافظ هذا على جوده الخشب العمل المميز. يعطيك الف عافيه على الشغل الدقيق. عارفيننا على بعض الادوات اللي دائما تستخدمينها في النحت على الخشب؟ هو في ادوات يدويه طبعا بتكون عباره عن بعض الازاميل والمطارق والادوات، مثلا المكلوته اللي هي زي ده بيكون مثلث من هنا، بتقدري ان انت تنزلي بيه مسافات، تحددي بيه خطوط. في حاجات هنا مدوره اللي هي الضفره مثلا، تقدري عندنا طريقه مسك هذه الشغلات اسماء؟ مسك الشغله بيكون يمكن بعد ندخل في مجال النحت على الخشب. ايه ممكن ندخل في هذا المجال من وراك يا اسماء، نتعلم منك الاساسيات. هي بيكون ان انت بتمسكيها بشكل مايل مش بشكل قوي او حد كده، بحيث ان انت ما تنزليش في الشغله مجال كبير ما تقدريش تطلعي منه بعد كده، تكون بان انت بتمسكيها بهذا الميلان بجزء خفيف، وتبداي بدقه طبعا تضربي بالمطرقه بحيث ان هي بتبدا تشيل اجزاء، وطبعا على حسب شكل الجزء اللي انت محتاجاه. يعني مثلا هنا هنزل قائم ممكن استخدم في احجام هو مختلفه، لا في السن نفسه هو الحده تكون مختلفه بتختلف. في مثلا حاجات دائريه من قدام، في حاجات مثلثه، في حاجات ليها ميل خفيف، بحيث ان انت تقدري تتعاملي اصلا مع الشغله بتاعتك على حسب الحاجه اللي بتتطلبها تقدري تنزلي فيها الجزء اللي انت عايزاه. بعد كده في عندنا اللي هو جهاز الكتروني اللي هو دريمل دوت، المفروض ان انت بتبداي تنحتي بيه ادق التفاصيل بقى، يعني مثلا ولو رؤوس كتير ولو صنفره ولو حاجات كتير جدا بتتركب عليه، بحيث ان انت تقدري توصلي الشكل النهائي لكل التفاصيل اللي انت محتاجاها فيه. يعني انت ترسمين الرسمه على الخشب او تلصقين ورقه مطبوع عليها الشكل وبعدها تنحتين؟ يا اما ان انت فعلا بترسمي التصميم بايدك او حتى بتطبعيه مثلا، الأسهل. او الاسهل ان انت تحطي الورقه نفسها وبتبداي تمشي على التفاصيل الاوليه،
بعد كده بتشيلي الورقة وتبدأي تخوضي التجربة وتنزلي فيها بقى. شغلة مميزة يعني الواحد يجي فضول أنه يستخدم شوي أو يدخل في مجال النحت على الخشب يتعرف على هذه التفاصيل. في نوعية معينة لأنواع الخشب اللي تحبين دائما تشتغلين عليها وتكون سهلة في الاستخدام؟ هو نوعين الخشب، نوعين يعني في خشب طبيعي وفي خشب صناعي. الخشب الصناعي ما بنفضلوش طبعا يعني لانه هو بيبوظ من الرطوبه وحاجات كده، ما يدوم ما يطول. الخشب الطبيعي طبعا هو ذو قيمه بس مش بنشتغل على كل حاجه، يعني مثلا في بنشتغل على خشب الزان، بنشتغل على خشب الصاج، خشب الارو، خشب الصندل، خشب الجوز، في يعني اكتر من خشب بنقدر ان احنا نشتغل عليه حسب طبيعته. الخشب اللي دايما تحبين تستخدمين عليه اي نوعيه؟ هو خشب الزان لانه بصراحه اليافه اللي هو دوت اليافه وحبيباته دقيقه، ما فيش فيه عقد بتكون صعب ان انت تمشي فيها في اثناء النحت او كده. سهل النحت عليه، سهل النحت وبيحتفظ بالتفاصيل، يعني مش حاجه خفيفه ان هي ممكن تنكسر. يعني في خشب مثلا زي خشب الموسكي والحاجات دي حاجات لما تبداي تنحتي عليها بتنكسر منك بعد مده، او فيها عقد، العقد دي ممكن تقع او تسبب سمار او تخرب الشغل احيانا. في سمك معين او في بعض المعايير اللي تحبين ان هي تكون موجوده بالخشبه اللي لازم تشتغلين عليها؟ هو حسب الشغله نفسها، يعني مثلا في حاجات بتتطلب الواح كبيره شويه بجيبها بالمقاس مثلا، او انا بقدر ان انا الصق كل جزء جنب بعضه بحيث ان انا اكون اللوحه او المقاس اللي انا محتاجاه. بس غالبا كله بشتغل على سمك كبير يعني 6 سنتي 5 سنتي بحيث ان انا بعد ما انزل وبعد كده بقص بقى الزايد، يعني انا بعد ما بخلص شغلتي بشوف ايه الزايد فيها عشان ما يبقاش وزن كبير وبعد كده بيتقص. الحين انت قبل تشتغلين اي شغله اسمكي تروحين تتنقين نوع الخشب اللي حابه تنحتين عليه، في بعض الامور اللي تركزين عليها وتعرفين هذه قطعه الخشب مناسبه ان الواحد ينحت عليها؟ يعني المفروض ان انت لما بتيجي تختاري بتختاري الاول نوع الخشب. بعد نوع الخشب بتلازم تكون القطع حبيباتها ناعمة، مش مسمرة، تكون جافة جدا، ما تكونش فيها رطوبة أو حاجة بحيث ان هي ما تتعرضش بعد كده ان انت تنحتي عليها أبعادها تتغير، ما تختر بعوام الرطوبة والحرارة. فلازم تكون القطعة ثابتة عشان تقدري ان انت بعد ما تنزلي عليها شغلك يفضل ثابت. يعني طبعا اسماء انا صراحه ودي اكمل معاك واسولف معاك واتعرف على اسرار النحت على الخشب، وخدت اهم شيء الاساسيات اللي ممكن يفيدني اذا دخلت في هذا المجال. فيعطيك الف عافيه اسماء احمد زكي على هذه الشغلات المميزه، ونتمنى لك التوفيق في مجال التصميم الصناعي وفي مجال النحت على الخشب. شكرا لك يا اسماء، اتمنى لك التوفيق. شكرا جدا. شكرا. طبعا مشاهدينا راح ننتقل معاكم الحين الى فقره الشيف ياسر خضره اللي بيعطينا نصائح تختص بالسلامه الغذائيه. خلونا نتابع ونتعرف على النصائح. صباح الخير والنور مشاهدينا. اليوم موضوع فقرتنا هي شراء المواد الغذائية والتسوق لها. تبدأ جودة الغذاء وسلامته من لحظة الشراء، فإذا كان الشراء المواد الغذائية غير جيد فراح تكون انطلاقة للطبق من بدايته انطلاقة سيئة. نبدأ بشراء المعلبات مثلا. المعلبات يجب الانتباه إلى المعلبات التي تتعرض للأذى مثل هذه المعلبة، يجب عدم شرائها. منها أيضا ممكن أن يكون منتفخا، ففي خلل في المواد الحافظة داخل العبة. يجب الانتباه أيضا إلى تاريخ الصلاحية وتاريخ الإنتاج الموجود على كل عبوة من العبوات. عند فتحة العلبة إذا كان في صدأ يجب رميها لأنها تكون غير صالحة. عند فتحة واستخدام جزء من العبوة يجب نقل الباقي العبوة إلى وعاء بلاستيكي والتغطية وضعه في الثلاجة لمدة يومين فقط، من بعدها يجب إتلافه إذا لم يستخدم. مهم جدا عند شراء المواد الغذائية المثلجة أن تكون مثلا الخضار مثل البازلة لو اشترينا تكون مفرفدة ليست كتلة واحدة. ماذا يعني أن تكون المواد الغذائية كتلة واحدة؟ أي يعني أنها تعرضت للذوبان ومن ثم تم إعادة تفريزها مرة ثانية. هناك قاعدة دائمة، أي مادة غذائية يتم إذابتها يجب استخدامها وعدم عودتها مرة أخرى للتفريز، فيجب إتلافها فورا أو إعادتها للمصدر الذي تم الشراء منه. طبعا مع الانتباه للمادة الغذائية تاريخ الصلاحية وتاريخ الإنتاج، ونحاول دائما أن نشتري المواد الغذائية الجديدة الإنتاج حتى تبقى معنا فترة أطول داخل المنزل، ودائما الشراء يتم حسب الكميات التي نحتاجها
لا نزيد في شراء الكميات حتى لا يصبح لدينا تلف وهدر في المال، أو لا سمح الله إذا كان في عدم انتباه لتاريخ الصلاحية ممكن أن يسبب أضراراً للصحة. شراء الخضار والفواكه طبعاً يا حبذا أن تكون الخضار والفواكه نظرة، ويتم شراء منها الذي لا يحتوي على الحشرات من خلال التسوق الجيد لهذه الخضار والفواكه، ويفضل منها العضوي اللي الآن الناس تتجه لشرائه لقلة المواد الكيميائية المستخدمة في رش المبيدات والسماد الطبيعي المستخدم فيها. تعرفنا معاكم مشاهدينا على موضوع التسوق الآمن للمواد الغذائية، ومن بعد هذا التقرير راح ننتقل معاكم لتقرير كلكم تتريونه وخاص بيوم الخميس واللي هي فقرة السينما. بنتابع معاكم مشاهدينا الأفلام الموجودة لهذا الأسبوع، بنرجع بعدها. أندا يروي الفيلم الأحداث التي تتعرض لها مجموعة من رجال الشرطة الذين يتوجهون من ولاية كيرلا إلى شمال الهند من أجل واجب التصويت في الانتخابات. Men in Black International. في إطار من الأكشن الممزوج بالخيال، يتورط فريق رجال الملابس السوداء في لندن في حل لغز جريمة قتل، ما يضطرهم إلى السفر عبر الكرة الأرضية لحل القضية. Really should be here. Oh, not in this country. The hive is a deadly species that can take the form of anyone, even our own agents. I haven't seen that before. We need more firepower. Side view mirror. What do you want me to do? Throw it at them? Oh, wow. Just point at the bad guys and pull the trigger. How you like me now? How you like me now? Hey, you seeing this? How you like me now? Hold on tight. Woo! Oh, yeah. You know who you're dealing with. We protect the Earth. Woo-hoo! And everything. That was awesome! We are the Men in Black. Do we think anyone's going to notice that wasn't there before? One, Bonnie made a friend in class. Toy Story 4. بعد أن أصبح وودي وفريقه ضمن ألعاب الطفل بوني، يكتشف أن هناك لعبة جديدة ضمن ألعابها، وهي الشوكة فوركي التي تعترض على كونها لعبة وتهرب، فيحاول وودي وأصدقائه إنقاذها وإرجاعها لبوني. وأثناء رحلته يقابل اللعبة بو التي فقدت في الجزء السابق من الفيلم، فتحاول بو إقناع وودي بالذهاب معها إلى مدينة الألعاب، فيجد وودي نفسه مشتتا بين اكتشاف عالم جديد أو العودة بفوركي إلى بوني. Happy memories that will last for the rest of her life. Bo, Forky, come on. Bo? Bo? Hi there. My name is Gabby Gabby. We can't stay. Yes, you can, boy. Woody, behind you! Bo! What are you doing here? No time to explain. Come with me. We need to get back to our kid. Aw, Sheriff Woody, always coming to the rescue. Bonnie needs Forky. Woody, who needs a kid's room when you can have all of this? Wow. Woody, aren't we going to Bonnie? What do we do, Buzz? What would Woody do? Jump out of a moving vehicle? Let's go! You gotta go. شفنا معاكم مشاهدينا مجموعة من الأفلام تعرض في دور السينما، فاللي حاب إنه يقضي إجازته أو يحضر أحد هذه الأفلام، فنحن نتمنى لكم وقت سعيد ووقت ممتع تقضونه إن شاء الله. وطبعاً مشاهدينا وصلنا معاكم لختام حلقتنا لليوم، لقانا يتجدد فيكم إن شاء الله يوم الأحد بإذن الله، وأتمنى لكم إجازة سعيدة وتمسون على خير، ومع ألف سلامة.